السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. النهاردة يا جماعة معانا نوع بيعد من أندر أنواع الثعابين الموجودة عندنا في مصر، وهي الحية الكذبة أو كما يطلق عليها بالعامية أفعى فيلد. الاسم العلمي ليها سيدوس راستس فيلدي. طبعا النوع ده بيشبه بشكل كبير جدا الحية المقرنة، ولكن النوع ده مختلف تماما عن الحية المقرنة، بل ان النوع ده يا جماعة اخطر من الحية المقرنة بمراحل، لان افعى فيلد او الحية الكذبة السم بتاعها بيكون سم عصبي. النوع ده عندنا في مصر موجود في منطقة واحدة فقط وهي سيناء، يعني مش منتشر عندنا في باقي الجمهورية، ولكن طبعا هو موجود في اكثر من دولة ومنتشر في اكثر من دولة النوع ده، ولكن احنا بنتكلم بالنسبة لعندنا في مصر، مش موجود غير في منطقة سيناء فقط. طبعا النوع ده من الانواع اللي بتقفل على نفسها، يعني مش الانواع اللي هي بتنتشر، يعني عندنا مثلا الكوبرا توزيعها الجغرافي بيتوسع، عندنا في انواع من الثعابين توزيعها الجغرافي بيتوسع، ولكن في انواع بتبقى مقفولة على نفسها، من ضمنهم الحية الكذبة اللي قدام حضراتكم ديت، وايضا عندنا نوع اللي هي ثعبان الفرغة، ايضا من الانواع اللي بتكون قافلة على نفسها. فعشان كده الانواع دي بتكون قليلة جدا عندنا في مصر، وحتى الصيد منها بيكون قليل جدا، لان من الانواع اللي مقفولة على نفسها. القرون اللي قدام حضراتكم دي هي الرابط الوحيد بين الحية المقرنة السراستس سراستس وبين الحية الكاذبة سيدو سراستس فيلدي. القرون اللي قدام حضراتكم دي يا جماعة هي قرون غير حقيقية، يعني دي مجموعة من الحراشف متراكبة فوق بعضها متشكلة على هيئة قرون، ولكن الحقيقة هي ليست قرون حقيقية. اللي موجودة في الحية المقرنة اللي هي السراستس سراستس قرون حقيقية ملهاش علاقة بالحراشف نهائيا، ولكن بالنسبة للحية الكاذبة أو أفعى فيلد بتكون عبارة عن حراشف متراكبة فوق بعضها، وهو ده السبب الرئيسي اللي خلى العلماء أطلقوا عليها الاسم العام ليها، وهي الحية الكاذبة أو الأفعى المقرنة الزائفة. ولكن زي ما قلت لحضراتكم، مش معنى ان اسمها كاذبة ان هي تكون اقل خطورة، ولكن بالعكس هي اشد خطورة من الحية المقرنة. الحية المقرنة بتمتلك سم بيسمى فسفولوباز، ده سم بيعمل على تدمير النسيج الليمفاوي، وليه بعض التأثيرات على الكلى، ممكن انه يسبب فشل كلوي وبعض التأثيرات على القلب. ولكن الحية المقرنة الزائفة اللي قدام حضراتكم بتمتلك سم عصبي بيسمى نيوروتوكسين. السم ده بيعد هو الأخطر من حيث سموم الأفاعي على وجه الأرض. السموم العصبية بتعد هي الأخطر وبتعد هي رقم واحد في الخطورة بالنسبة لأنواع سموم الأفاعي. فبالتالي الخطورة ما بين النوعين في فرق كبير جدا تتفوق فيه طبعا المقرنة الزائفة اللي قدام حضراتكم. وللأسف حتى المصل الموجود عندنا رغم ان هو بينفع مع بعض الحالات، الا انه في حالات اخرى برضو ما بتستجبش ان هي المصل المتعدد التكافل اللي عندنا ان هو يصلح للمقرنة الزائفة، يعني النتائج بتاعته بتكون ضعيفة عن طبعا نتائجها مع الكوبرا او مع الحية المقرنة. ومن اهم الحاجات اللي بتفرق بين الحية المقرنة والحية المقرنة الزائفة وهو صوت الفحيح. الصوت اللي حضراتكم سامعينه يا جماعة ده صوت فحيح بيخرج من الانف بالنسبة للحية الكاذبة، ولكن بالنسبة للحية المقرنة بيكون صوت بيسمى صوت كشيش، لان هو بينتج عن احتكاك الحراشف ببعضها. ومن اهم الحاجات برضو اللي حضراتكم شايفينها ديت اللي بتخلي ناس كتيرة جدا ما يقدروش يفرقوا بين النوعين، وهي ان حركة التنقل في الحية الكاذبة والحية المقرنة تقريبا واحد، وهي الحركة الجانبية اللي حضراتكم شايفينها دي. وطبعا هي كل ما بتزيد سرعتها بتحاول ان هي تقفز لمسافات، ولكن طبعا سواء الحية المقرنة او المقرنة الزائفة اقصى مسافة ممكن يتقفزها هي بامتداد جسدها فقط، يعني ما تقدرش ان هي تنط مثلا مسافات متر او 2 متر او الكلام ده. شايفين حضراتكم سبحان الله، يعني حركة التنقل هي بالظبط زي الحية المقرنة، والحركة اللي قدام حضراتكم دي يا جماعة هي حركة استعداد للهجوم. طالما عملت الحركة دي وعملت جسمها حرف الاس، فهي بالتالي مستعدة ان هي تهجم في اي لحظة ومستعدة للدغ في اي لحظة.
برضو من الحاجات المميزة جدا في الحية الكاذبة هي حراشف الجسد. حراشف الجسد بالنسبة للحية الكاذبة لما تمسك الحية في ايدك بتحس ان اللي تحت ايدك دي اقرب للحبوب او للنتوءات او للزوائد الجلدية من ان هي تكون حراشف، يعني بتحس ان اللي في جسدها ده مش حراشف، بتحس ان هو زوائد جلدية. الحية المقرنة او الحية القرعاء او حتى الحية الغريبة الحراشف بتاعتها بيكون بروزها واضح وبيكون شكلها واضح، ولكن بالنسبة للحية الكاذبة بتكون اقرب للنتوءات والزوائد الجلدية من ان هي تكون حراشف. ومن اهم الحاجات اللي بتميز الحية الكاذبة هي طول الانياب. الحية الكاذبة بتمتلك اطول انياب افعى سامة موجودة داخل مصر، يعني عندنا الحية الكاذبة انيابها اطول من الكوبرا واطول من الطريشة واطول حتى من الحيات الغريبة وحتى من الصل او الاسود الخبيث، بتعد هي صاحبة اطول انياب افعى سامة موجودة عندنا في مصر. وبتمتلك طبعا خلف الانياب ديت ورا كل ناب بتمتلك صف من الاسنان بتستخدمه لتثبيت الفريسة اثناء الغذاء، يعني وقت ما بتيجي تبتلع الفريسة الاسنان دي بتساعدها ان هي تثبت الفريسة بشكل افضل. وبإذن الله الايام اللي جاية هنعمل فيديو مقارنة بين الحية المقرنة السراستس السراستس وبين الحية الكاذبة افعفل، الاتنين يكونوا جنب بعض، ونوضح ان شاء الله الفروقات اللي بينهم ونوضح اهم الحاجات اللي بتميز كل نوع عن التاني. ففي الختام اتمنى ان اكون افدت حضراتكم واتمنى دعواتكم معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.